انا عندي معلومه انه يمكن اكتر مباراه في تاريخ كهربا كان عنده رغبه كبيره جدا ان هو يلعبها كان الماتش ده. كان ماتش الاهلي والزمالك. كان ماتش الاهلي والزمالك. اه بتاع القرن، نهايه القرن. ايوه. كان يعني بص، الماتش ده طبعا هيفضل طول العمر يعني عمره ما هيتنسي. لان ده فعلا كان يعني بيقولوا ده نهايه القرن بجد. ايوه. طب عمره ما هيتنسي. بس هو انت عارف يمكن انت عارف احنا اللعيبه طبعا لما بناخد بطوله النهارده بنحتفل يومين بعدها خلاص نركز في البطوله اللي بعدها.